أنين الغزال العاشق ليس من القلب. الحب هو كل شيء، الحب هو الحياة. العاشق المجنون يمشي بطريق ليلى، والعاشق من الحب مشرد. تفضل يا اختي. يسلم ايديك. الحمد لله على السلامة يا شباب. لساتك مصرة على القرار؟ العملية كانت ناجحة اليوم، يعطيك العافية. اللي بيربح بالعملية بيخسر. ما في هيك مثل أبداً. معلش، هالشي أنا اخترعته، شو فيها يعني؟ بترجعك لا تبلش هلا. أنا ما عم بعمل شي غلط، بس أنت اللي ما عم تعرفي شو عم تعملي. كيف؟ نحن ما لنا نهاية. إيه منيح لك، خلينا نكون مع بعض إلى ما لا نهاية. ما كنت عرفانة إنك رومانسي لهالدرجة. إذا في سلاح بإيدينا فهون في قلب دائماً عم ينبض بالحب، وبكل نبضة عم يقول بحبك إليف. إليف بالنسبة إلي في الله، وبعدين أنتي. مستحيل أتراجع عن قراري. لا تتعب حالك على الفاضي. أي يلا هربي هربي وكوني جبانة ولا تطلعي لورا. يا ريت لو فيني يكون جبان مثلك وأهرب. شو يعني هالحكي يا عاكف؟ شو يعني؟ أنا رح أقلك. ضليت أيام طويلة وأنا عم بتعذب وقت انأسرت، تعذبت عذاب ما حدا داقه. بس أنا قاومت، وأكيد بتعرفي ليش قاومت. عاكف ما عاد بدي أسمع شي. بدك تسمعي. أنا ما متت مشانك أنتي. تحديت الموت لأني بعرف إنه رح نلتقى. وإلا الموت كان هو أمنيتي الوحيدة يا إليف. أنا كرمالك تحديت كل شيء وواجهت المستحيل. أما أنت من أول مشكلة حملتي حالك وهربتي. صدقني أنا عم أعمل هالشي مشان ترتاح. من لما عرفتني ما شفت غير المصايب مني. ليش الحب شو غير اللي قلتيه يا إليف؟ مصيبة؟ نحن من زمان تعودنا نعيش حياتنا بالمصايب. حابب تقول شي كلمة؟ ايه. شو هي؟ ارجعي وخليكي معي. أنا كتير آسفة. تأكدي إنك رح تندمي ورح ترجعي، بس يمكن أنا ما أكون هون، مو بإيدي. لهيك سامحيني.